مشاهدينا برحب بحضراتكم مره تانية. وصلنا لاخر فقراتنا، فقره ويجان. نجمنا النهارده عرف طريق النجاح في لعبه السلاح مبكرا، وهو مدحت معتز لاعب منتخب مصر، واللي كان شعاره ويكان وهو بيتالق وبيحصد بطولات من بدايه ممارسته للعبه في مرحله الناشئين. مدحت معتز بشعار ويكان حصد لقب بطولة إفريقيا 3 مرات، وحصل على لقب بطل إفريقيا للناشئين عام 2019، وكمان فاز ببرونزية بطولة كأس العالم للسلاح بنفس الشعار. شعار ويكان حقق مدحت معتز الميدالية الفضية في دورة الألعاب الإفريقية اللي كانت موجودة في المغرب مؤخرا. هنشوف دلوقتي مع بعض تقرير عن نجمنا النهاردة مدحت معتز، ونرجع لحضراتكم مرة تانية. عرف طريقه إلى ميدان المبارزة قبل 8 سنوات عن طريق المصادفة التي قادته فيما بعد أن يكون أحد الأبطال المصريين الذين نجحوا في تحقيق ميداليات في البطولات الدولية ورفع العلم المصري في المحافل الأفريقية والدولية. ثم حقق مدحت معتز لاعب منتخب مصر للسلاح المركز الثاني والميدالية الفضية في دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت مؤخرا في المغرب، حيث خسر اللاعب المصري المباراة النهائية أمام بطل تونس فارس فرجاني بنتيجة 15-12. وبحصد مدحت معتز البطل المصري البالغ من العمر 18 عاما للميدالية الفضية بدورة الألعاب الأفريقية ومشاركته في المباراة النهائية، أصبح أول مصري في تاريخ رياضة سلاح السيف يلعب نهائي أفريقيا للناشئين والكبار في العام ذاته. وفاز مدحت معتز خلال مسيرته ب7 ميداليات، حيث حصل الميدالية الفضية في البطولة العربية ومرتين الميدالية البرونزية في بطولة البحر المتوسط للناشئين، و3 مرات بطل أفريقيا، ثم حصل على لقب بطل أفريقيا للناشئين عام 2019 كأول مصري في تاريخ سلاح السيف يلعب نهائي أفريقيا للناشئين، والتي أقيمت في الجزائر في فبراير الماضي، والكبار بدورة الألعاب الأفريقية في المغرب في نفس العام. مدحت معتز لسه بيرفع شعار ويكان عشان يواصل مسيرته المميزة في لعبة السلاح ويرفع اسم مصر بالمحافل الدولية. مشاهدين، وصلنا لنهاية حلقتنا خلصت، ولكن أخبارنا ما بتنتهيش. إن شاء الله نشوفكم بكرة على ألف خير في حلقة جديدة من تايم لايف. إلى اللقاء.